الراديو 90-90 يقدم النجم شيكو، النجم أحمد فهمي، النجم هشام ماجد في ليالي النقدية. صحاب النفوس منين بتيجي الفلوس بالشقة وبخلع الدروس منين بترسل فلوس تجيب صحاب النفوس يوم تترمي على رقاصة ويوم في بنك على حراسة عايشة الفلوس متشحططة في الدنيا بينا ومحتاسة طيبك في درج واحد حلاق وده يتلعب بيه الرفة وده حظه يرمي لحد بخيل يفضل قفش في الوقت طويل ويطلعه بزيتة وزفة ويطلعه بزيتة وزفة مين بتيجي الفلوس بالشقة وبخلع الدروس صحاب النفوس فلوس كتير مترمية وادي الحياة وادي الدنيا من ايد لايد تايها الفلوس متمشورة ورايحة وجاية فلوس كتير مترمية وادي الحياة وادي الدنيا من ايد لايد تايها الفلوس متمشورة ورايحة وجاية ليالي النقدية تأليف صادق شرشر كلمات المقدمة والنهاية محمد البغا ألحان وغناء محمد عبد المنعم توزيع محمد عباس ميكسر والماستر تيت ياسر أنور هندسة صوتية محمد عبد العظيم حسام عبد العظيم منتج منفذ ميديا سيتي إشراف عام سليمان أبو غالي ليالي النقدية إخراج علي عبد العال هذا المسلسل برعاية المصرية للاتصالات طول ما انتوا ماشيين استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم في سركم بيت جحا ده ايه مفيش منه مخرج بقولك في ممر هنا تحت الارض بيطلعك على المطار على طول البارون كان عامله وهرب منه لما حاولوا في الاخر يقتلوه طب احنا دلوقتي عايزين نروحوا الممر ده عشان انا كرهت نفسي في القصر المعفرد ده يا جدعان انتوا سامعين حاجة مش عايزين نسمعوا حاجة ايه الصوت اللي جاي من الاوضه اللي هناك دي ما تيجوا نشوف فيه ايه ويهمنا في ايه بس يا جدعان نشوف ولا نعرف يا ابني ما يمكن الاوضه تكون مخرج من القصر ما تسمع الكلام بقى يا اخي خلينا نخرجك ماشي يا عم معاكم بس تخرجوني تعال يا جني ربنا يهديك تعال ايه ده يا جدعان ده ايه اللي بيحصل ده شايفين الراجل اللي متعلق في المشنقه دي هيسنقوه دلوقتي ده ولا هيعملوا فيه ايه قول لي بقى مين دول بقى مين دول الاوضه دي شكلها مسكونه بالارواح وانت ايش عرفك يا فالح انا قاري قصة البارون كلها واللي بيحصل ده حصل من زمان قوي عارفين البارون هيشنق مين احنا مش عارفين البارون اساسا عشان نعرف هو هيشنق مين اللي على حبل المشنقه ده على حسب ما قريت يبقى المهندس اللي صمم القصر ده وليه قتلوا يا عم ده القصر حلو قوي بيقولوا قتلوا عشان ما يعملش التحفه دي اللي هي قصر البارون يعني لحد تاني يعني ما يبنيش قصر شبه قصر البارون ده بعديه طب وده والنبي كلام ناس عاقلين ده كان مفتري يا عم باين عليه الله يرحمه بقى طب اسكتوا بقى بدل ما نلاقيه في وشنا دلوقتي بيتهيألي كده الممر ده داخل على السرداب انهي سرداب يا عم اللي بيطلع على بره يا اخي تعالوا بقى شفتوا بقى اهو السرداب انا ابني كان معايا خريطه للقصر ده جالي وقت كنت مشغول قوي بقصه قصر البارون يا عم انجز سيبك من قصه قصر البارون السرداب ده بيطلع بره القصر بيتهيألي كده بيتهيألك كده انا حاسس ان احنا كلنا بيتهيألنا في القصر ده هو مش مسكون بالارواح يا جني يبقى الجو مشحون افراطه زي ما يكون الأرواح في المكان ده مش مستقرة عايشين نفس الصراعات اللي عملوها وهم عايشين لحظات العذاب في آخر لقطة في حياتهم أنا مش فاهم أي حاجة الصراحة بس يعني صعبوا عليا جدا الأرواح الميتة دي
السرداب ده في اخره حاجه. ايه ده؟ طلع مش هو؟ مش عارف، ده اخره باب. تعالى كده، هو هيكون باب زويله. ما تدخل وتفتح يا عم الباب يا لحلوح. تفتكر؟ انا الصراحه ما افتكرش. بقول لكم ايه، انا شكلي فقدت الذاكره زي لحلوح زمان كده. ولا انا هفتح الباب، خلينا واقفين كده ما نخرجش بره القصر. قال يعني انت متاكد ان ورا الباب ده المطار يا اخي؟ ليه مش قادرين تصدقوا ان البارون ورجالته هربوا من السرداب على بره القصر في طريق المطار؟ خلاص نعمله رفه لحلوح. اعملوا رفه انتوا الاثنين على اللي يفتح. احنا الثلاثه، وعلى الله ما اطلعش انا واتدبش زي المره اللي فاتت مع نيكلا. هي حظوظ الرفه، حظوظ وانت وحظك بقى. ملك ولا كتابه؟ افتح يا عم افتح، وما تعملناش فيها سيء الحظ. يا اخي افتح واحنا في ظهرك ما تقلقش. عشان اتلفت وما لقيش حد. قربوا، انتوا بتقربوا ولا بتبعدوا؟ هفتح. افتح افتح. يا نهار ابيض، ايه زحف الاحصنه ده؟ انبطوا يا جدعان. في ايه؟ مين دول؟ دي ارواح برضو، اكيد دول حراسه البارون وهو اللي في النص، وهم بيجروا محاوطين عليه. طب ما نروح وراهم. انت مش بتقول ان هم هربوا مع البارون في حياتهم؟ والله انت جنزكي. يلا بينا، اكيد دول طالعين على السرداب. امال السرداب ايه اللي انت وقفتين قصاده ده؟ وعندي معلومات عن القصر وقريت 900 كتاب ومعايا الخريطه. يا عم انتوا هتقعدوا تتنقروا يا عم، مش وقت. ويا عم اهربوا، يلا بينا ونبقى نتسامروا بعدين. يلا نهرب وراهم. اتكتب لكم عمر جديد. شوفوا بقى، لو كنتوا ما تعرفوش معلومه البارون هرب من القصر على طريق المطار، كنتوا هتعملوا ايه؟ احنا هربنا بفضلك فعلا يا جنيه. بفضله ايه؟ سيبه لحلوح يهزي، اهم حاجه ان احنا خرجنا من القصر ده بامان. هو ارواح البارون ورجالته راحوا فين؟ زي ما يكونوا اتبخروا في الجو. كفايه بقى كده يا عم كلام عن العفاريت والبارون والمارون، عشان انا جتتي مش خالصه. يلا نوقفوا تاكسي. تاكسي؟ انت مجنون، ما معناش فلوس نركب تاكسي. يا عم اذا كان احنا اصلا فلوس، ده احنا نتقلوا بالذهب يا جدع. في ايه انت اللي فيه ايه؟ انهي سواق تاكسي ده هيقف لنا؟ ولو وقف هياخدنا؟ ما قصده نقف كده على الطريق فسواق التاكسي يلاقينا. انتوا ما بتفكروش خالص، مش في ناس بيوقفوا التاكسي؟ هما بيوقفوا التاكسي من هنا واحنا في ديلهم في السكتي في التاكسي من جوه من غير ما اي حد ياخد باله. ها يلا تاكسي تاكسي. استنوا استنوا، انتوا النهضه يا اسطى، في واحد وواحده بيوقفوا تاكسي هناك اهو. تعالوا تعالوا في ديلهم يابا. اتفضلوا يا جماعه في الدواسه، اهم حاجه ما يكونش في تراب. ما وعدكش يا لحلوح اخويا، ربك يسترها. وادي حل ليالي النقديه، وادي حل ليالي النقديه. ها رايحين فين في النهضه؟ النهضه ذات نفسها. يعني ايه بقى ذات نفسها؟ في اولها كده يا اسطى. شغل لنا كده يا اسطى، شارب سيجاره بني ولا انت يا اسطى ما بتدخنش؟ لا يا اختي انا بشايش. الله 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 الله، ايه ده؟ ده زينا بالظبط، احنا كمان بنشايش يا اسطى. هيقول له ما تيجي تشايش معانا. وانت شعرفك بتقرا البخت؟ هيعمل لنا بقى فيها قص يا راجل في العالم لحلوح. يا ابني البوله دي كلها كنا فيها كنجات، انتوا ما صعتوش زينا اصلك. لو انت فاضي يا اسطى خليك معانا ونشيشك. اهي هتشيشه، شفتوا؟ لو انت اللي هتشيشيني انا فاضي، وده اخر دور ليا. انا موافق، لا مؤاخذه يا برنس، في الشيشه بس. ايه ده؟ ده قصي عامل لحلوح بقى. اللوسته هنا زبوني يا جنيه، خد بالك. طبعا ولا يهمك يا معلم، احنا نحب نخدم الناس الذوق اللي زيك. تقريبا كده بتسيخوا. ابتديت تصيح على جنيه، انا فخور بيك على فكره. وهنروح نشيش فين لا مؤاخذه؟ عندنا يا اخويا في الشقه. نعم. والشقه دي برضو في النهضه؟ ابتدى يقلق، كلمه النهضه دي مقلقه شويه ومش معروف هي في اول النهضه. وماله؟ هو رايح اهو، رايح. هو اللي روح نفسه على فكره. ركنه هنا امان ولا ممكن التاكسي يتسرق؟ امان الامان، تعال بس انت وسيبها وانت نطمن. اوبا، راح في شربت نهضه. هنا؟ ايوه هنا هو، اركن التاكس وحصلنا على الدور السادس. الدور السادس؟ ده اخر دور؟ يا اخويا احنا كده نحب نعيش حياتنا مع نفسنا. مع نفسهم، اطلع وراه. مع السلامه يا اسطى، الوداع.
واحنا بقى هنستناهم في الدواسة هنا لما يرجعوا؟ بس ما تستناش لوسطة بقى خالص لانه شكله مش جاي. شكلنا دي اخر مرة نشوفه فيها. يا ترى بيعملوا ايه مع سواق التاكسي دلوقتي؟ تفتكروا شيشوه ولا لسه؟ افتكر زمانهم طنبكوه. نعم طنبكوه. طنبكوه يعني شربوه طنباك يعني. يا عم وهي دي محتاجة شرح؟ لسه هتشرح له يعني ايه طنباك؟ زي ما توقعنا يا رجالة، الرجل والست نازلين هم. يا ترى عملوا ايه في سواق التاكسي فوق؟ موتوه ولا ايه الحكاية؟ ايه ده؟ دول نازلين عادي ومعاهم كمان مفتاح العربية. ده كان سواق رخم قوي. يا ساتر، ده فرهضني على ما ربطته في رجل السرير وهو نايم. ايه؟ ده انا دوبت له نص شريط منوم. ابن اللذينة ده. طب يلا اركبي اركبي وقفلي بابك كويس. ها اهم حاجة اننا خدنا التاكس. دلوقتي سواق التاكس هيقوم من النوم يلاقي نفسه في النهضة. اللي يجري ورا الشيشة يتلسع بولعتها. استفدت ايه بقى من التفاح والكنتالوب؟ بقولك ايه، بدل ما نروح الاول على الجراج نطلع عندي فوق الشقة. وماله نطلع؟ ما نطلعش ليه يا منيل؟ ايه ده، دي ناوية تنصب عليه برضو؟ احنا ليلتنا بيضة والتاكس ابيض. وصلوا عند شقتها. احنا هنفضل في مرحلة الانتظار دي على طول؟ هما بيعملوا ايه فوق؟ وايه موضوع الجراج اللي هي قالت عليه ده؟ انا عارف، تلاقي الجراج ده يا سيدي بقى. افتي بقى افتي. افتي ايه يا ابن حرامية العربيات؟ بيبقى دايما عندهم جراج عشان يقطعوا فيه العربيات. يقطعوها ليه؟ يقطعوها ليه؟ عشان يبيعوها قطع غيار. ومعذبين نفسهم ليه؟ ما يسرقوا قطع الغيار على طول. بقول لكم ايه، ناموا، احنا هنتعب نفسنا ليه دلوقتي؟ بكره نفهم كل حاجه. يلا اخلص اخلص، يلا 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 فك العجل بسرعه. فين الكوريك؟ اهو. يلا ارفع التاكسي لفوق بقى وخلصنا. ايوه كده، ما اجيبهاش غير ستاتها. مين وانا لحلوح جنيه؟ احنا بنترفعوا يا جدعان، بنترفعوا. ليالي النقديه شارك بالتمثيل هبه توفيق، شريهان شرابي، عادل خلف، سيد الشورتي، حمزه خاطر، نادر نور الدين، مودي يوسف، والاطفال احمد علي، يحيى كامل. صحاب النفوس مين بتيجي الفلوس بالشقة وبخلع الدروس مين بترسل فلوس تجيب صحاب النفوس يوم تترمي على رقاصة ويوم في بنك على حراسة عايشة الفلوس متشحطة في الدنيا بينا وبحتة طيبت في درج واحد حلاق وده يتلعب بيه الرفة وده حظه يرمي لحد بخيل يفضل قفش في الوقت طويل ويطلعه بزيتة وزفة ويطلعه بزيتة وزفة مين بتيجي الفلوس بالشقة وبخلع الدروس صحاب النفوس فلوس كتير مترمية وادي الحياة وادي الدنيا من ايد لايد تايها الفلوس متمشورة ورايحة وجاية فلوس كتير مترمية وادي الحياة وادي الدنيا من ايد لايد تايها الفلوس متمشورة ورايحة وجاية. ليالي النقدية تأليف صادق شرشر، كلمات المقدمة والنهاية محمد البغا، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع محمد عباس، ميكسر والماستر تيت ياسر أنور،
هندسة صوتية محمد عبد العظيم، حسام عبد العظيم، منتج منفذ ميديا سيتي، إشراف عام سليمان أبو غالي، ليالي النقدية إخراج علي عبد العال. ودي حل ليالي النقدية. هذا المسلسل برعاية المصرية للاتصالات.